معانا؟ مين؟ الو، اللي في البرنامج دلوقتي اللي بيتكلم مع الحاجه اللي بتتكلم معاه دي. انا معاك يا استاذه نوال. ازيك يا حاجه نوال؟ الله يخليك حضرتك. الله يخليك، اتفضلي يا ماما. الله يخليك يا رب. انا ممكن اتكلم مع الاستاذ فضيله الدكتور محمد عدان شيخنا الجليل مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. يا حاجه نوال، ايوه الاستاذ محمد. اهلا وسهلا يا حاجه، اتفضلي. شكرا يا استاذ محمد. اولا بس التلفزيون شويه وسعنا من السماعه. حد اللي قاعده مع حضرتك. الله يخليك ويعزك يا فندم، اتفضلي يا امي. ايوه قولي بقى. عندي حاله واحده مسنه وعريضه وعندي القلب وعندي السكر وضغط. الف سلام. وحصل مشاكل بيني وبين جوزي وانفصلنا. لكن مش سايبني في حالي. عمال يخليني اكون عند بنتي، بقعد عند بنتي مثلا اسبوع ولا حاجه ويدخل يسرقني. وبعدين واحنا متطلقين ومالوش اي حاجة في الشقة. الشقة دي انا جايباها بمجهودي وفلوسي، وكل العفش اللي فيه جايباه بفلوسي ومجهودي، ما جاتش قشاية. ومع ذلك يخليني متفق مع البنت البوابة اللي في العمارة ويخليني ان انا اروح عند بنتي ويدخل الشقة ويسرقني. وانا تعبت مش عارفة اعمل ايه. تمام. طب يا امي ايه سؤالك؟ عايزه نقول ايه؟ يعني وجه له رساله، انت عايزه ايه؟ طيب واحنا يعني نقدر، انت لو عايزانا نكلمه نكلمه، يعني ما عندناش مشكله. طب يعني انا عايزاه ان هو يتمنع عن دخول الشقه وانا مطلقه منه، وخصوصا ان هو مش جايب قشايه في الشقه. تمام، وصلت المسج. طب يا ماما يا ماما يا ماما نوال، لو سمحتي ليه ولادك ما يتدخلوش بينكم؟ يعني ليه بنتك ما تقولوش يا بابا ما تعملش كده؟ لانه ما تحاولوش تدخلوا ناس غريبه بينكم. يعني انت وزوجك، مش بنتك هي يعني ده ابوها؟ لا مش ابوها. عشان كده لكن لا مش ابوها. ما فيش منه اولاد. يعني انا اتجوزته وكنت قبل كده متجوزه مخلفه والدي توفي. طيب يعني كلمي اخوه، كلمي عمه، كلمي خاله. كلمي حد من اهله. طيب حد من اهله ابدا عايز يتكلم معانا، وهو رافض يتكلم مع اي حد من اهلي، لان عارف نفسه ان هو غلطان وان هو بيسرقني وان هو بيدخل الشقه بدون ما اكون موجوده وبالاتفاق مع البنت البوابه دي. ارجوكم شوفوا لي حل في الموضوع ده. وانا ست اخواتي الرجاله كلهم. حاضر حاضر يا ماما نوال، وصلت المسج. احنا بنشوف كمان المشاكل بقى. يعني هي بعد الزوج ما توفى حاولت تعف نفسها وهي اتجوزت على سنة الرسول، برضه حصلت مشاكل.